Abu Dhabi wants to have you as a planner. Would you like to come? Okay. I said, okay. شايف الصورة دي؟ دي الشيخ زايد كان جاي من بره والناس كلها بتستقبله في المطار الذي كان ده وأنا موجود سلم عليه. هو سأل مين ده؟ مينه ده؟ بيسأل يعني. قالوا له هي از اكسبرت فور بلانينج وان ذا يونايتد نيشنز اكسبرت فور تاون بلانينج. This fit the first photo between me and Sheikh Zayed. الصورة دي كنا قاعدين مع الشيخ زايد في عام 74 وكان موضوع اللقاء تسمية الطرق الرئيسية الشوارع في مدينة أبو ظبي. فالخلاصة كان هو طموحه إن هو يعمل منها يعني مدينة تعبر عن الأصل بتاعهم ودورهم التاريخي السابق للبترول في هذه المنطقة. ثم قال نهيا. بعدين قال لي هو سؤال كده هوت إيش ناوي تسوي فينا؟ تقدم لنا خوارط ومخططات الدول هي دي ونفذوها؟ عمل لي بإيده كده ولا سوي اللي نبغاه؟ عمل لي كده برضه. أنا فورا كده يعني برضه بذكاء يعني ما تفتكريش ما تخضش. أنا قلت له يا صاحب العظمة، وقتها كان اللقب كده صاحب العظمة، إنني أقدم إليك بدائل لتختار منها ما هو أفضل.